الأستاذ الدكتور مازن أغامضاني، أستاذ العلوم السياسية المتمرس في علمه إلى حد أن بلغ درجة العلماء سواء في داخل العراق أو على مستوى الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم، فهو من القلائل الذين تميزوا بدراسة المستقبل من النواحي المختلفة والخاصة باستراتيجيات الفكر السياسي والتفكير الاستراتيجي. تخرج بدرجة البكالوريوس والماجستير من جامعة بغداد، ثم أكمل الدكتوراه في مدينة فرايبورغ في ألمانيا في عام 1974، وكانت أيضا في السياسة الدولية وفلسفة السياسة الدولية، وحصل على درجة الأستاذية في ذات التخصص عام 1989 في بغداد، وكانت يعني بعنوان السياسة الدولية ودراسات المستقبل بشكل واضح. الأستاذ مازن رمضاني عضو في المجمع العلمي العراقي لفترة طويلة امتدت من عام 2002 دكتور؟ لا من 96، من عام 96 إلى 2007، وأيضا كان اختير كأفضل أستاذ جامعي في عام 2002. كذلك الدكتور مازن لديه أربع كتب، بعضها تحت الطبع وأعتقد اثنان صدرا، ولديه أكثر من 100 بحث مطبوع ومنشور. الحقيقة أنا شخصيا أعتقد أن الأستاذ مازن رمضاني لم ينل نصيبه عالميا من المعرفة، كونه أحد القلائل الذين تخصصوا بهذا العلم الفريد، واليوم تحديدا يتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، موضوع فيه إشكاليات كثيرة على مستوى المفهوم السياسي وعلى مستوى العرف السياسي القائم سواء في الشرق الأوسط أو في العالم، ألا وهو مفهوم القوى الكبرى. مفهوم القوى الكبرى اختلف كثيرا عبر العصور، لكننا عندما نتحدث عن هذا المفهوم وفق رؤية حديثة يعني كرسها القرن الماضي تحديدا وصولا إلى ما نحن عليه الآن، نجد فيه متغيرات كثيرة على مستوى العالم ثم على مستوى المنطقة التي نعيش فيها، والتي يعني كان الأستاذ الحقيقة عندما يعني أخبرني بموضوع المحاضرة كان يفضل أن يتوسع أكثر، لأن هذا العلم علم حقيقة شمولي، لكن ليضيق الوقت في هذه المحاضرة ولأيضا كون معظم الحاضرين هم من العرب إذا مو كلهم، يعني ارتاء أن يكون موضوع المحاضرة يرتكز بمفهوم القوى الكبرى والعرب، العلاقة بين هذين العنوانين علاقة كبيرة، والحقيقة الهوة بين العنوانين أيضا هوة كبيرة. الموضوع هو القوى الكبرى، عنوان كبير لمضمون محدد، لكن سوف لن أتكلم، وربما سوف أدخل في تفاصيل الكلام عن القوى الكبرى، لكنني سوف أتكلم في العلاقة بين القوى الكبرى والعرب، سأتناول حاضر هذه العلاقة والمشاهد المستقبلية لهذه العلاقة. سيداتي سادتي الكرام، المفكر العربي أنور عبد الملك سبق له أن شخص بدقة واقع العالم. في نهاية الستينيات تكلم هذا المفكر العربي المعروف أنور عبد الملك وقال إننا نعيش عملية تغيير العالم، العالم يتغير وعلى نحو غير مسبوق، معدل سرعة التغيير الآن فاقت أي معدل في زمان سابق مرات ومرات، ويكفي أن نتذكر سرعة الطائرة العسكرية فقط، ولا أتكلم عن القطار السريع. هنالك أدلة كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. الموضوع التغيير لم يقتصر على الداخل،
وإنما امتد ليشمل الخارج. وعندما أتكلم عن الخارج أتكلم عن النظام السياسي الدولي، أو بعبارة عامة عن النظام العالمي. هذا النظام العالمي تغيرت الهياكل التي يتأسس عليها، تغيرت القيم التي ينطلق منها، تغيرت الآليات التي تلجأ إليها الدول، وأيضا حتى الوحدات التي تشكل هذا النظام السياسي الدولي. تقليديا ومنذ معاهدة وستفاليا 1648 الدولة القومية هي التي تشكل النظام السياسي الدولي، ولكن منذ عقود أخذت وحدات أخرى تشارك الدولة القومية في تكوين النظام السياسي الدولي. ويكفي أن نتذكر الشركات متعدية القوميات. إذن التغيير لم يقتصر على الداخل وإنما شمل الخارج، وبالخارج أقصد الإطار الدولي. إذن نحن بحاجة إلى أن ندرك هذا الواقع إدراكا موضوعيا، حتى في الأقل نستطيع أن نفهم كيف يتحرك هذا العالم بالاتجاه الذي يتحرك به. وهنا من المفيد أن نشير لحضراتكم أيضا ولو باختصار، الدول تنطلق من سياسات خارجية. هذه السياسات الخارجية لا تنبع من معطيات داخلية، وإنما أيضا تنبع من معطيات خارجية. سابقا كانوا يقولون أن السياسة الخارجية لهذه الدولة وتلك هي انعكاس للواقع الداخلي. طبعا هذه الرؤية كانت صحيحة آنذاك لكنها ليست صحيحة اليوم. الواقع الخارجي إقليميا وعالميا ينطوي على تأثير لا يمكن نكرانه في عملية صنع السياسة الخارجية لهذه الدولة وتلك. وهنا أؤكد على دور صانع القرار، لأنه عندما نتكلم عن المتغيرات المؤثرة نتناسى أو ننسى أن شخصية صانع القرار، تجاربه، قيمه، أنماط مدركاته، كلها تنطوي على تأثير في كيفية تعامل صانع القرار مع الواقع الذي يتعامل وإياه. وطبعا هذا الواقع هو في العموم إقليمي ودولي. النظام السياسي الدولي منذ وستفاليا 1648 مر بنقلات، لا أدخل في هذه النقلات لأن التاريخ، ولكني أقول منذ نهاية الحرب الباردة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، والعالم يمر بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية تتميز بالعديد من الخصائص، ومن بين هذه الخصائص خاصية مهمة جدا، وهي تسلق مجموعة من القوى قمة الهرم الدولي باتجاه قمة هذا الهرم. تسلق مجموعة قوى الهرم الدولي باتجاه قمة هذا الهرم. وأنا في هذا المكان العزيز على قلبي سبق أن ألقيت محاضرة عن مستقبل النظام السياسي الدولي، وقلت أن المستقبل سوف يقترن بهيكلية متعددة الأقطاب، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون هي ذلك القطب الذي يستطيع التأثير في حركة العالم. العلاقات بين الدول هي علاقات تعاون، قد تكون علاقات تعاون وقد تكون علاقات صراع، ولكن لا توجد علاقات تعاون مطلقة ولا توجد علاقات صراع مطلقة، وإنما العلاقات التفاعل هي تجمع بين نسب من التعاون ونسب من الصراع أو التنافس. وانظروا إلى واقع أنماط الحركة السياسية الخارجية لهذه الدولة وتلك. ولكن أيضا لهذه القوى الكبرى تأثير في مستقبل عالم الجنوب. طبعا أنا أستخدم مفهوم عالم الجنوب للدلالة على
ما كنا نستخدمه سابقا العالم الثالث، لأن حقيقة أيام الحرب الباردة كنا نستخدم العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث، لكن الآن عالم جنوب عالم شمال وعالم جنوب، وتطور الحضاري لكل من هذين العالمين طبعا مختلف. إذن القوى الكبرى لها دور في تشكيل مستقبلنا نحن دول عالم الجنوب. من هي هذه القوى الكبرى التي أتكلم عنها؟ ما طبيعة علاقة هذه القوى بالولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو الدور الذي تقوم به هذه القوى في السياسة الدولية؟ وما طبيعة علاقتها بنا نحن العرب؟ وما هي مشاهد مستقبل تعامل هذه القوى وإيانا نحن العرب؟ هذا الواقع أفضى إلى تصنيف ثلاثي قديم، قوى كبرى ومتوسطة وصغرى. هذا التصنيف لم يعد يتماهى مع الواقع الراهن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي قيل بتصنيف خماسي. نحن أمام دولة أو دول عظمى و دول كبرى ومتوسطة وصغيرة وصغرى. إذن تصنيف خماسي. هذا التصنيف الخماسي يفيد أن أقلية من الدول هي التي تحتكر مصادر القوة والتأثير، ومن بين هذه الأقلية القوى الكبرى. وتبعا لاحتكار أقلية من الدول لمصادر القوة والتأثير في النظام الدولي، قيل إن النظام الدولي يستوي والنظام الإقطاعي على الصعيد الداخلي، أو إن النظام الدولي يستوي أو يتميز بالطبقية أو الهرمية الدولية. هنالك هرم يبدأ بالقوة بالدولة العظمى أو الدول العظمى وينتهي بالدول الصغر. لكن السؤال اللي ربما يطرح من قبل حضراتكم، انك تتكلم عن قوى كبرى، من هي هذه القوى الكبرى؟ الاراء سيداتي سادتي تختلف. الاراء تنطلق من معايير موضوعية لتصنيف هذه القوى. بعض الاراء تقول انها تلك التي تتوافر على قدرة عسكرية تقليدية وغير تقليدية، متفاعلة مع قدرة اقتصادية متميزة. البعض الآخر يقول كلا، إن القوة الكبرى هي تلك التي تتميز بقدرات اقتصادية صناعية تكنولوجية. الآراء مختلفة. أنا عندي القوة الكبرى هي تلك التي تجمع بين القدرة العسكرية التقليدية وغير التقليدية، وعندما أتكلم عن القدرة غير التقليدية أقصد القدرات النووية والجرثومية والكيميائية، يعني أسلحة الدمار الشامل. القوة الكبرى هي تلك التي تتوافر على القدرات العسكرية وقدرات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية، لكن بنسب ودرجات مختلفة. لدينا أكثر من مستوى من مستويات القوى الكبرى. المستوى الأول هو الذي جرت العادة على تسميته أو تسمية هذه القوى بالقوى الكبرى التقليدية. القوى الكبرى التقليدية هي تلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن. من هي؟ الصين، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة وفرنسا. تتميز هذه القوى بخصائص فريدة دون شك، يعني اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا هي متميزة. قدرتها العسكرية فريدة ولكنها لا ترتقي إلى مستوى القدرات الأمريكية. لاحظ، هي
يعني قدراته الاقتصادية والصناعية والتكنولوجيا فريدة، قدراته العسكرية متميزة، ولكنها ليست بمستوى قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، لا الصين، لا روسيا الاتحادية، لا فرنسا، ولا المملكة المتحدة. المستوى الثاني من القوى الكبرى هي القوى الكبرى الجديدة أو الصاعدة. من هي هذه؟ هي الصين، هي اليابان، هي ألمانيا، هي الهند، هي البرازيل. طبعا قد يسألني البعض، لكن الهند قوة نووية. نعم هي تملك القدرة النووية، ولكنها ليست قوة كبرى عظمى. باكستان أيضا تملك القدرة النووية، ولكن لا نستطيع القول إن باكستان وكوريا الشمالية ودول أخرى تملك غير معلنة أو لها أو تملك القدرات التي تؤهلها لحيازة القدرة النووية. يعني اليابان، يعني ألمانيا، هو مجرد قرار سياسي. عندما تتوافر الظروف التي تدفع ألمانيا واليابان إلى أن يصبح كل منهما قدرة نووية، أنا أعتقد أنهم جاهزون. هذه الدول، هذه القوى تسعى إلى تحقيق مصالح، بعضها آني يرتبط بأنماط الحركة السياسية قصيرة المدى، والبعض الآخر يرتبط بمصالح حيوية تتوزع على مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية. هذه المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية هي التي تشكل الكور، هي الجوهر، جوهر الحركة، حركة كل من هذه القوى التقليدية الجديدة أو القديمة. حقيقة العلاقة مع أوروبا، العلاقة الأمريكية مع أوروبا مرت بمراحل مختلفة. هذه المراحل هي محصلة للواقع الأوروبي وللواقع الدولي. ابتداء كان هناك انسياق مطلق أوروبي وراء الولايات المتحدة الأمريكية حتى الستينيات، ثم علاقة متأزمة، ثم تقارب، والآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي العلاقة الأوروبية الأمريكية هي علاقة تجمع بين الاقتراب والابتعاد عن بعض في آن واحد، الاقتراب والابتعاد عن بعض في آن واحد. حتى التسعينيات، حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في 91، كان الانسياق الأوروبي وراء الأمريكان قاطع. السبب هو الحرب الباردة، وبالتالي عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضبط السلوك الأوروبي، بحيث لا يخرج السلوك الأوروبي عن مجمل الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية. انهيار الاتحاد السوفيتي ألغى ركيزة أساسية من ركائز العلاقة الأمريكية الأوروبية، ألا وهي الركيزة الأمنية. الآن أوروبا لا تشعر بالتهديد السوفيتي مثلما كانت تشعر، أو مثلما يعني دفعت إلى أن تشعر أن الاتحاد السوفيتي السابق يهدد القارة الأوروبية. القوى الأوروبية التقليدية، قدراتها الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية وحتى العسكرية في نمو القدرة، ينعكس بالضرورة على السياسة. يعني نحن نتكلم، وأنا دائما أكرر هذه الكلمة، الفاعلية الخارجية تعد انعكاسا للفاعلية الداخلية على وفق قدرة الجسد على الحركة، يتحرك الجسد. إذا كان الجسد نشطا فهو يتحرك بنشاط، العكس كذلك صحيح. يعني تبسيط لمفهوم العلاقة بين الفاعلية الداخلية والفاعلية الخارجية. إذا أولا نمو القدرات الأوروبية على نحو ملموس جعل أوروبا تشعر بأنها يعني أضحت قوة. البعض يقول جراء نمو القدرات يقول أن أوروبا سوف تشكل الهرمية الدولية للنظام السياسي الدولي عندما تنتهي المرحلة الانتقالية الراهنة. ثانيا النظم الرأسمالية تتنافس، يعني
قانون التنافس بين النظم الرأسمالية أو الدول الرأسمالية هو الذي يضفي أو يدفع إلى امتداد هذه القوى إلى حالة صراع على العالم الثاني، على عالم الجنوب. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قانون التنافس الرأسمالي تتصارع ضمنا وصراحة في القارة الأفريقية وفي القارة الآسيوية بين مع دول أخرى، وبالتالي العامل الثاني هو قانون التنافس. أيضا المتغير الثالث الذي يدفع بالاقتراب والابتعاد بين الأوروبيين والأمريكان هو الاتحاد الأوروبي وسياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق المصالح الأوروبية بجهد أوروبي مستقل. وماذا عن القوى الكبرى الجديدة؟ الصين، اليابان، ألمانيا. هناك علاقة وطيدة دون شك بين هذه القوى والولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقة الوطيدة جعلت أمريكا قادرة على التأثير في سياسات هذه الدول، ولكن نخطأ عندما نقول إن هنالك انسياق مطلق وراء الولايات المتحدة الأمريكية. كلا، ليس هنالك انسياق مطلق صيني، ياباني، ألماني وراء الولايات المتحدة الأمريكية. الاختلاف في المصالح مع تماثل المصالح هو السمة الأساسية التي تتميز بها مصالح هذه القوى مع الولايات المتحدة الأمريكية. خلنا نأخذ أمثلة، نأخذ الصين ونأخذ اليابان وسوف نرى. الصين، على خلاف السياسة الصينية التي تم اعتمادها حتى وفاة ماو سي تونغ في السبعينيات، كان هنالك أما عزلة أو صراع مع الاتحاد السوفيتي وطبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد وفاة ماو سي تونغ الحزب الشيوعي الصيني عبر مؤتمرات متعددة تبنى سياسة الانفتاح على العالم. الاوبنس، الانفتاح الغير محدود على العالم. ماذا أريد بسياسة الانفتاح الغير محدود على العالم؟ أريد بهذه السياسة، وهذا هنا ذكر حقيقة، أريد بهذه السياسة توظيف الخارج، توظيف العالم من أجل تحقيق هدف قومي. ما هو هذا الهدف القومي؟ هو أن تكون الصين في 2050 هي القوة التي تتربع على قمة الهرم الدولي. لاحظ، ذكاء حقيقة، ذكاء مفرط. توظيف الخارج، هذه السياسة الخارجية الفاعلة، هي السياسة التي توظف الخارج من أجل الداخل. وعندما نتكلم من أجل الداخل نتكلم عن المشروع. لكل دولة ينبغي أن يكون لها مشروع. كان لدينا نحن العرب مشروع، ولكن علامة استفهام كبيرة. إذن الصين جراء الانفتاح تتعامل مع كافة الدول تعاملا يتميز بالتعاون، تجنب الصراع، تجنب التنافس، إلى آخره إلى آخره، وبالاتجاه الذي جعل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لصالح الصين. تصور، حتى قيل إن الصين قد اشترت الولايات المتحدة الأمريكية. نادرة هي الدول، هي ثلاثة دول تقريبا فقط بالعالم التي تنطلق من ما يسمى بالمثلثات في تعاملها مع تلك الدول التي تنطوي على أهمية قصوى بالنسبة لهذه الدول. هذه الدول ثلاثة، هي الصين،
هي اليابان هي ألمانيا. كل من هذه الدول تنطلق من فكرة المثلثات، توزع الدول على مثلثات. بالنسبة إلى الصين هنالك مثلث رئيسي، هو مثلث الصين، الولايات المتحدة، اليابان. ما هي الغاية من هذا المثلث؟ الغاية أن تكون الصين هي القاعدة، أن تكون الصين مثل اليابان مثل ألمانيا هي القاعدة في هذا المثلث، بحيث توظف قدرات ألمانيا والولايات المتحدة لصالح الهدف القومي أو لصالح الهدف النهائي للمشروع القومي الصيني. لكن هذا لا يعني أن الصين منساقة وراء الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض دعم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك مطالب أمريكية وأوروبية مستمرة تطالب الصين بتغيير النظام السياسي والابتعاد عن الاشتراكية بمفهومها الصيني، ولكن الصين ترفض، ناهيك عن يعني الصراعات التي لا ترتقي طبعا إلى استخدام القوة العسكرية، والتي نسميها بالصراعات الواطئة، بالصراعات واطئة المستوى التي لا يعني لا يمكن فض هذه الصراعات باستخدام القوة العسكرية. الشيء ذاته ينسحب تقريبا على اليابان. اليابان طبعا خسرت الحرب العالمية الثانية، وجنرال ماكارثر وقع اتفاقية الاستسلام في عام 51، عقد اتفاقية الأمن المشترك بين اليابان وبين الولايات المتحدة. كل هذه الأمور أدت إلى انسياق اليابان حتى 1973، يعني الفترة من انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1973. لماذا عام 1973؟ هو الحظر، هو عام الحظر النفطي العربي الذي كاد أن يجعل من العرب قوة كبرى لو أن العرب استمروا. في عام 73 بدأ الاختلاف واضحا بين اليابان وبين الولايات المتحدة الأمريكية في للتعامل مع الحظر النفط العربي. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تقنع العرب بضمان مصالحها والأوروبيين، ولكن دون اليابانيين، دون مصالح اليابانيين. اليابان أدركت أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتخلى عنها، وتجارب أخرى أكدت بعد 1973. ولهذا السبب اقتربت اليابان من العرب، واقترب العرب من اليابان، الأمر الذي أدى إلى رفع الحظر النفطي عن اليابان. ومن هنا بدأ الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. هذا الاختلاف لا يعني أن العلاقة اليابانية الأمريكية سوف ترتقي إلى علاقة الصراع، لا، العلاقات لن ترتقي الآن إلى علاقات الصراع. السبب هي الشبكة الواسعة من العلاقات التي تربط بين الطرفين، هذه لها تأثير في لجم الاختلاف عند حدود محددة والحيلولة دون ارتقاء هذا الصراع، دون ارتقاء هذا الاختلاف إلى مستوى الصراع. وأنا عندما أتكلم أخواتي وأخواني سيداتي وسادتي عن الصراع أتكلم عن تناقض في المصالح. عندما تتناقض مصالح دولة مع دولة أخرى تدخل هذه الدول في عملية صراع وإدارة صراع، وهذه مسألة مهمة مثل ما إدارة الأزمة، وربما في يوم من الأيام أتكلم عن إدارة الأزمة هنا لحضراتكم لأغراض الفائدة. وإدارة الصراع مثل ما إدارة الأزمة ليس بالضرورة دوما وأبدا استخدام السلاح، العقل، كيف توظف العقل لإدارة أزمتك مع طرف آخر، يعني القدرة على
فرض واقع على الطرف المقابل بحيث يندفع الطرف المقابل إلى الانسياق وراء ما تريد. نحن لا نتكلم عن مستقبل واحد، وإنما نتكلم عن مستقبلات. السبب إن المستقبل مفتوح، إن المستقبل مفتوح على العديد من الاحتمالات، وبكلامنا عن المستقبل المفتوح على العديد من الاحتمالات نتقاطع مع ذلك الرأي الذي يقول إن المستقبل حتمي ولا مفر منه. واقع هذه العلاقة، واقع العلاقات، علاقات القوى الكبرى التقليدية والجديدة مع العرب تتأثر بواقعنا العربي بالدرجة الأساسية. الاختلالات الهيكلية التي يقترن بها الواقع العربي ولا سيما القطرية والتبعية والانكشاف الاستراتيجي دفعت بنا أو جعلتنا نخرج من صناعة التاريخ بإرادتنا. لم يدفعنا أحد إلى أن نخرج من صناعة التاريخ، وإنما نحن الذين خرجنا من صناعة التاريخ بإرادتنا. ذلك لأن هذه الاختلالات الهيكلية في الجسد القومي العربي جعلتنا أضعف من أن نستطيع رد السياسات الإقليمية والدولية الموجهة لنا، وبالتالي السياسات الإقليمية والدولية استطاعت أن تحقق ما تصبو إليه بأكلاف رخيصة جدا. هذا الواقع، يعني شئنا أم أبينا، هذا الواقع الموضوعي، وأنا أتكلم علميا وبدون خلفية محددة. إذن الواقع العربي هو الذي أتاح للقوى، ونتكلم هنا الآن عن القوى الكبرى، أتاح لها مجموعة فرص لتحقيق ما تصبو إليه بأكلاف رخيصة نسبيا. هذه الحقيقة تؤكد لنا أو تبرهن لنا على فرضية قديمة مفادة إن المتغير الخارجي لا يصبح فاعلا إلا إذا كان الواقع الذي يتعامل وإياه هذا المتغير رخوا ومتعدد الثغرات. القوى الأوروبية وهي تتعامل مع العرب انطلقت من أنماط من السلوك تأرجحت بين الهيمنة وبين التعاون الذي لا يراد له أن يرتقي إلى مستوى التعاون الاستراتيجي، بين الهيمنة ومثل هذا التعاون المحدود. الهيمنة نتذكر جميعا أننا كنا قد خضعنا، وأتكلم عندما أتكلم نحن طبعا العرب، أننا خضعنا لاستعمار بريطاني فرنسي إيطالي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. القوى الأوروبية خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة، نعم هي كانت منتصرة ولكن منهكة، منهكة اقتصاديا ومنهكة نفسيا. الانهاك الاقتصادي والنفسي الأوروبي انعكس على السياسات الخارجية للقوى إلى دول التحالف أو الحلفاء، عفوا إلى الحلفاء الأوروبيين، الأمر الذي أفضى بهذه القوى الأوروبية التي شاركت في الحرب أفضى بها إلى الانكفاء على الذات، وبالتالي تجنب الانغماس إلا في الحد الأدنى في التفاعلات السياسية الدولية. والشيء ذاته ينسحب على تعامل الأوروبيين مع العرب بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا بعد الحرب العالمية الثانية حركات التحرر في عالم الجنوب كانت منتشرة
وكانت تنتصر وتحقق الاستقلال. إذن أوروبا، القوى الأوروبية انكفأت بعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد إلى الانغماس مرة أخرى مع العرب إلا بعد حرب حزيران 1967. لكن حتى حرب حزيران التي يعني أكدت للأوروبيين حاجتهم للعرب، الأمر لم يتغير كثيرا عما كان عليه قبل حرب حزيران. حرب 73، حرب تشرين عام 73، هي التي أجدت المخاوف الأوروبية على المصالح، الخوف على المصالح وهي متعددة ومتنوعة، مصالح نفطية واقتصادية وأمنية وإلى آخره. الخوف على المصالح هو الذي دفع بالأوروبيين إلى دعوة العرب إلى الحوار، ولهذا السبب يعني برز مفهوم الحوار العربي الأوروبي. الحوار العربي الأوروبي سيداتي سادتي يعبر حقيقة عن صيغة وعن فكرة، عن صيغة وعن فكرة. فما هي الصيغة وما هي الفكرة؟ الصيغة أن يتفاعل العرب وأوروبا تفاعلا مؤسساتيا، بمعنى أن تمثل جامعة الدول العربية الجانب العربي والمجموعة الأوروبية كما كانت تسمى آنذاك تمثل الجانب الأوروبي. هذه هي الصيغة. أما عن الفكرة فهي مقايضة النفط وقدرات الاقتصاد العربي الأخرى بالسياسة، وأقصد بالسياسة المواقف الأوروبية الإيجابية حيال القضايا العربية، وكانت طبعا فلسطين هي القضية المركزية التي يعني الملك فيصل الله يرحمه أوقف النفط بسبب. لكن سيداتي سادتي هذا الحوار فشل، لأن المصالح تباينت، المصالح الأوروبية والعربية تباينت. أوروبا أرادت بالحوار أن يكون اقتصاديا فقط، العرب أرادوا بالحوار أن يكون سياسيا فقط، وبالتالي المصالح واضحة متناقضة تماما. هذا التباين في الرؤى للغاية النهائية للحوار العربي الأوروبي أفشل هذا الحوار، وأوروبا جراء إدراكها لفشل هذا الحوار راحت تتبنى صيغة أخرى، صيغة تطوير العلاقات ثنائيا مع بعض الدول العربية، أو صيغة التعامل مع العرب جماعيا بمعنى تعامل مع دول الخليج العربي بمعزل عن دول المشرق العربي، والتعامل مع دول المغرب العربي بمعزل عن دول في المشرق وفي الخليج العربي. لماذا حرصت أوروبا على هذا النمط من التعاون بدلاً من التعاون المؤسسي، جامعة الدول العربية مقابل المجموعة الأوروبية كما كانت تسمى آنذاك؟ أوروبا أدركت أن تعامل العرب كمجموعة متكاملة يفضي على العرب مركز تفاوضي يتميز بالقوة، وهذا صحيح، ولأنها لم ترد التفاوض مع العرب وهم يتوافرون على مثل هذا المركز راحت إلى تفضيل التعامل الثنائي أو متعدد الأطراف. مع ذلك الآن ونحن في منتصف القرن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هنالك تعاون عربي أوروبي لا يمكن إنكاره،
ما الذي يدفع إلى التعاون الآن؟ متغيران أساسية، متغير أمني حوض البحر المتوسط، دول كثيرة عربية تشارك دول كثيرة أوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي التهديد الذي يتعرض له البحر الأبيض المتوسط أو البحر المتوسط يشكل تهديد للمصالح الأوروبية والعربية، وبالتالي هذا التهديد المفترض دفع بالعرب بعض العرب حقيقة إلى التعاون مع الأوروبي. بجانب المتغير الأمني الدافع إلى تعاون أوروبي عربي، هنالك طبعا المصالح الاقتصادية. الأوروبا لا زالت بحاجة إلى العرب اقتصاديا، نفطيا، استثماريا، إلى آخره إلى آخره، مثلما العرب بحاجة إلى الأوروبيين. يعني نحن أيضا بحاجة إلى التكنولوجيا الأوروبية، نحن بحاجة إلى السلاح الأوروبي، نحن بحاجة إلى الدعم الدولي الأوروبي، وبالتالي هنالك مرجعية ثلاثية تنطلق منها أوروبا في تعاملها مع العرب، ومرجعية ثلاثية ينطلق منها العرب في تعاملهم مع أوروبا. لكن هناك محددات تحول دون ارتقاء هذا التعاون إلى الإطار الاستراتيجي مثل ما ذكرت. فما هي المتحدة؟ نعم، هنالك محدد أمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية، سيداتي سادتي، قوة دولية عظمى تتآكل من الداخل. لا، هذه حقيقة. الجسد القومي الأمريكي يتميز باختلالات متعددة. هذا يعني حتى الأمريكان، بول كينيدي اعترفوا، كثير نيكسون اعترف به، وكثير من المفكرين الأوروبيين اعترفوا بالاختلالات الهيكلية في الجسد القومي الأمريكي وتأثير هذه الاختلالات على الحركة الأمريكية في العالم. لكن على الرغم من هذه الاختلالات الهيكلية، الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنفرد حقيقة، تنفرد بقدرات متميزة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المعرفي. يعني يكفي أن أشير إلى أن نسبة كبرى من علماء من الذين حصلوا على جائزة نوبل هم من الأمريكان. هذه حقائق موضوعية. يعني القوة العسكرية الأمريكية لا تقارن، يعني حقيقة لا تقارن. الاقتصاد الأمريكي لا زال هو نمبر 1، الصين تتسلق. وطبعا الولايات المتحدة توظف هذه القدرات لتعطيل العلاقة العربية مع قوى كبرى صاعدة، والسبب هو الخوف، وأنا أتكلم عن أوروبا، الخوف من أن تكون أوروبا هي البديل للعلاقة الأمريكية العربية، بالإضافة إلى طبعا الدور الأمريكي في الحد من تطور العلاقة الأوروبية العربية. هنالك المتغير الإسرائيلي، أوروبا مطمئنة، قصدي إسرائيل مطمئنة من بقاء أوروبا منحازة إلى إسرائيل، وهي لهذا الغرض توظف العديد من الآليات المختلفة لإبقاء أوروبا منحازة إلى إسرائيل. لكن المحدد الأساس باجتهادي هو المحدد العربي. هذه الاختلالات هي أنا ذكرت، هي التي أخرجتنا من صناعة التاريخ، وهي التي تحول لزمان قادم. وهنا أيضا أنا ذكرت في محاضرة لي مشاهد مستقبل الوطن العربي، إننا يعني حقيقة القلب يعني مؤلم. هذه الاختلالات هي التي تتيح للقوى الأخرى توظيفها من أجل تحقيق مصالحها وليس تحقيق مصالحنا المشتركة. بالنسبة إلى القوى التقليدية الكبرى الجديدة قصدي، هذه القوى تنطلق في تعاملها مع العرب من ثلاثة متغيرات حاسمة.
الحاجة أولاً الحاجة إلى النفط العربي والأسواق والاستثمارات العربية بالمليارات حقيقة. الصفقات المعقودة بين القوى بين دول عربية معينة والصين واليابان وسواها. المتغير الثاني في غاية الأهمية إخواني، إذا كانت العلاقة العربية الأوروبية ربما تتأثر بالأرث الاستعماري الأوروبي للعرب، العلاقة العربية مع القوى الكبرى الجديدة ينتفي عنها الأرث الاستعماري. هذه النقطة في غاية الأهمية. وثلاثة، نزوع الصين واليابان وسواهما إلى أداء دور دولي فاعل من خلال الانفتاح بنسب ودرجات مختلفة على العالم. طبعا هذه العلاقة الأوروبية القوى الكبرى الجديدة مع العرب لها محددات، ولكن الذكاء الأسيوي، اسمحوا لي أن أقول الذكاء الأسيوي، وأنا يعني أؤكد على كلمة الذكاء الأسيوي، هم راحوا عندما أدركوا أن هناك محددات، راحوا أما إلى التوفيق بين المحددات والمصالح أو تغليب المصالح على المحددات. يعني في 73 اليابان راحت إلى جانب العرب، وبالتالي غلبت مصالحها الاقتصادية على ما صالحها السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة. النظرة المستقبلية بالتأكيد. هذا الاختلاف التماثل، أنا أفترض وقد أكون مخطئ لكن أنا قاري كثير عن الموضوع، إن التماثل بين هذه القوى الكبرى الجديدة والقديمة التقليدية والجديدة يكمن في الحيلولة دون قدرة العرب على تحقيق أهداف مشروعهم القومي أو الحد من التضامن الحقيقي، الحد من التضامن العربي الحقيقي خوفا من تكرار تلك السياسات التي تبناها العرب. وهنا مثال 73 الحظ النفط العربي، والتي جعلت كما قال أحد المفكرين الألمان أن العرب صاروا قوة كبرى، لكن هذه القوة الكبرى لم تستمر إلا بضعة إلا زمان محدود. لا راح أنتهي المستقبل. أنا ذكرت أن المستقبل مفتوح، ليس هنالك مستقبل واحد، ويخطأ الإنسان عندما يعتقد أن المستقبل حتمي وواحد. لا، المستقبل متعدد المستقبلات. المستقبل يعني أنا أفهمه بمفهوم حضاري غير المفهوم التقليدي. المفهوم التقليدي يقول إن المستقبل هو الغد، والغد ماذا يعني؟ يعني هو تتابع الماضي والحاضر والمستقبل. خلنا نأخذ هذا الفهم على الرغم أنا لا أتفق وياه، لأن عندي رؤية محددة لمفهوم المستقبل كمفهوم أفهمه بمعنى الحضاري، أي بمعنى أن الإنسان هو الذي يصنع المستقبل، أنا الذي أصنع مستقبلي وليس قوى أخرى تصنع المستقبل لي. على كل حال، إذا أردنا طبعا أن نستشف المستقبل لابد أن نستفيد من معطيات ماضي المستقبل ومعطيات حاضر المستقبل، أي الزمان الذي يسبق المستقبل. طبعا المستقبل هنالك مستقبليات من حيث البعد الزمني، هنالك مستقبل مباشر لمدة سنة، قريب لمدة 5 سنوات، متوسط 25 سنة، بعيد 50 سنة، ما بعد البعيد أكثر من 50 سنة، وما بعد البعيد يكاد يقترن أو يقترب من ما نسميه بالخيال العلمي الساينس فيكشن. على كل حال، راح أتناول هنا المستقبل القريب وليس المباشر، 5 سنوات. إذن استشرافي لمدة 5 سنوات فقط، ولو أنا ما أفضل
هذا الشيء، أفضل المستقبل المتوسط 25 سنة. لدينا ثلاثة مشاهد: مشهد الاستمرارية، ومشهد التغيير، ومشهد يجمع بين الاستمرارية والتغيير. وكل من هذه المشاهد ينبني على فرضية. الفرضية المشهد الأول ينبني على فرضية أن الواقع الراهن بين العرب والقوى الكبرى التقليدية والجديدة سوف يستمر إلى المستقبل القريب بعد 5 سنوات دون تغيير، ذلك لانتفاء المقدمات التي تدفع إلى التغيير. المشهد الثاني ينبني على فرضية أخرى مختلفة، مفادة أن العرب والقوى الكبرى التقليدية والجديدة ليست بمنأى عن عملية التغيير التي قيل أنها تحاكي الحالة التي يعيشها العالم اليوم. وبالتالي أننا نفترض في ضوء هذا المشهد أن الوطن العربي، أن الدول العربية أدركت مخاطر الاختلالات الهيكلية، الانكشاف، التبعية إلى آخره إلى آخره على حاضرها ومستقبلها. وبالتالي نفترض أن الدول العربية بدأت تتبنى سياسات أخرى مختلفة، وإنها ذهبت إلى ممارسة هذه السياسات في أرض الواقع. القوى الكبرى بنوعها أدركت أن عدم استجابتها للمطالب العربية سوف يرتب آثار سلبية في مصالحها. وبالتالي نفترض أن هذه القوى ذهبت إلى تفضيل التعاون على التنافس والصراع مع العرب. المشهد الثالث يعبر عن قانون من يعبر عن أحد قوانين الحياة. هذا القانون هو قانون الاستمرارية والتغيير في الحياة. هذا القانون حقيقي. وأجيب مثال: نحن الآن في مرحلة تاريخية مختلفة عن المرحلة التاريخية التي عاشها العالم خلال الحرب الباردة، أكيد. لكن هذه المرحلة المختلفة عن المرحلة السابقة لا تلغي الصراع بين الدول. لا زال الصراع، لا زالت الحروب بأشكالها وأنواعها المختلفة مستمرة. الحروب وجدت منذ أن وجد الإنسان، أو منذ أن وجدت المجتمعات، أو منذ وجدت الدولة القومية بعد معاهدة وستفاليا 1648، ولا زالت. إذن قانون الاستمرارية. وبالمقابل قانون التغيير، نحن نتكلم عن التغيير 24 ساعة. هذا القانون ينطبق أيضا على العلاقة العربية مع القوى الكبرى التقليدية والجديدة. هنالك استمرارية في سياسات هذه القوى تجاه بعض، ولكن هنالك أيضا تغيير عربي وصيني، ياباني، ألماني، روسي اتحادي، فرنسي، إنجليزي إلى آخره إلى آخره. قد يسألني البعض: أي من هذه المشاهد ترى أن المستقبل القريب للعلاقة بين الطرفين هو المرجح؟ أنا أعتقد أن المشهد الثالث هو المرجح، مشهد الاستمرارية والتغيير. الواقع الراهن لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها. حقيقة السياسات العربية لن تتغير بين ليلة وضحاها. سياسات القوى التقليدية الكبرى مثل سياسات الدول العظمى لا تتغير بين ليلة وضحاها. لماذا؟ لأن هنالك إجماع داخلي على هذه السياسات. الأمر الذي يحول دون تغيير هذه السياسات، فضلا عن أن التاريخ، تاريخ السياسة الدولية، يفيد أن السياسة الخارجية لأي دولة
لا تتغير إلا ببطء. السياسة الخارجية المصرية لم تتغير أيام السادات بطفرة، وإنما تدريجيا، حتى ابتعد السيد المرحوم السادات عن السياسة التي تبناها المرحوم عبد الناصر. عبد الناصر كان توجه قومي، السادات الله يرحمه كان توجهه توجه أمريكي. قال يعني بصريح العبارة: اللعبة أوراق اللعبة بالمية بيد الأمريكا. على كل حال يعني معنى هذا، أنا جبت هذا المثال للتأكيد أن السياسة الخارجية للدول لا تتغير إلا ببطء، سواء كانت هذه السياسة لدولة عظمى أو كبرى أو متوسطة أو صغرى أو حتى صغيرة. إذن الاستمرارية مردها عدم القدرة على التغيير بين ليلة وضحاها، ولكن بالمقابل نحن نعيش عملية تغيير العالم، وبالتالي الدول مثل الأفراد خاضعة لهذه العملية، وبالتالي العرب لابد في يوم من الأيام يستيقظوا من هذا الثبات الممتد ويتبنوا تلك السياسات التي تعود بالخير والفائدة على جميع العرب. والشيء ذاته بالنسبة للقوى الكبرى، عندما يدركون أن العرب أصبحوا مؤثرين سوف يعمدون إلى التكيف مع السياسات. الحقيقة الوقت المتبقي لدينا حوالي أقل من ساعة، وأنا أحب أن نركز خلال هذه الساعة ونستثمر وجود الأستاذ الدكتور مازن الرمضاني معنا في الموضوع اللي يتعلق بعنوان المحاضرة: القوى الكبرى والعرب. أنا بتقديري أنه العرب ذاكرتهم السياسية والاجتماعية يعني ترى أن القوى الكبرى بمفهومها التقليدي ذكرياتها مع العرب هي عبارة عن استعمار بمختلف أشكاله قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية. كل القوى الكبرى الأوروبية تحديداً، حيث لم تكن الولايات المتحدة موجودة، استعمرت الدول العربية ومارست معها مختلف أنواع الاضطهاد والقهر وصناعة التخلف. يعني مضافة الولايات المتحدة في القرن 21 الاحتلال الغاشم بالعراق، وكانت أيضاً أداة في غير زمانها، سقطت دولة كبيرة كجمهورية العراق، وما ثم انعكس هذا على الواقع العربي إلى الآن. لذلك أتمنى أن تكون أسئلتكم ضمن محور العنوان القوى الكبرى حتى نستثمر، لأنه الجانب العربي أخذ الجزء الأخير من المحاضرة. الدكتور عنده لديه الكثير من الكلام والإيضاحات، الموضوع الرؤية المستقبلية، وهذا ما يهمنا الحقيقة. نحن لا نريد أن نتكلم عن الواقع، الواقع معروف لدى الجميع. أتمنى أن تكون نظرتنا وأسئلتنا وهمنا الكبير هو كيف سيكون العرب في المستقبل، كيف ستكون علاقاتهم مع القوى الكبرى بمختلف معانيها ودرجاتها اللي تفضل الأستاذ الدكتور مازن بطرحها. السؤال عندي بس شقين، بس شقين صغار. أول شق، ليش الدول الكبرى اللي أنت طرقت لها يعني راح أعني بالذات الصين، اليابان، خلينا نقول ألمانيا، ليش مثل الدول ليش ما أخذت دور إيجابي في الحرب على العراق؟ والآن خلينا نقول هي انفرضت عليه ومجلس الأمن رفض الحرب على العراق، ورغم هذا أمريكا، بس حاليا الوضع بالعراق ليش ما لهم تأثير على الوضع الموجود بالعراق؟ يعني حاليا نعم حاليا، رغم إنه كان ممكن تكون لهم مصالح. نعرف الصين إنه بدها تأخذ جزء من النفط، بس مدى تأخذ مثل ما تأخذ الدول مثل أمريكا أو غيرها. ليش ما أخذت خطوة قوية حتى تحدد من القوة، خلينا نقول التحالف اللي ضرب العراق، واللي هو اللي كل الخيرات راحت إليه، والعراق حاليا واقع بأزمة، واقع بأزمات أكبر، ورغم هذا ما حد يساعده ومتروك وحده. بالنسبة حضرتك يعني قلت أنه ألمانيا أهم من فرنسا أو تجي بالدرجة الأولى مثلا، يعني وراها تجي بعدين فرنسا أو إنجلترا، أو يعني كيف إذا ألمانيا لحد الآن بها قواعد عسكرية أجنبية، يعني كيف ممكن نصنفها أنه على أساس ميجر باور، وهي يعني انتقاص من سيادتها كما نعرف إحنا في السياسة الدولية أي قاعدة عسكرية تحدد ذات البلد. ألمانيا محددة بإنتاج الأسلحة
محدده حتى ب يعني حجم الجيش اللي ممكن يكون الجيش الالماني، وكذلك الحاله بالنسبه لليابان ايضا. الملاحظه الثانيه، احنا نحكي عن العرب، يعني كلمه العرب والتعاون العربي الاوروبي او الصراع العربي، وكانه يعني العرب فد وحده منسجمه مع بعضها او متجانسه مع بعضها. هي دول عربيه استاذ، كنا نعرف دول عربيه مختلفه، 21 دوله عربيه not only مختلفه، سياساتها الخارجيه مختلفه، not only يعني سياساتها الخارجيه مختلفه وانما متحاربه مع بعضها. وعندنا كيس الحاله السوريه، وعندنا الكيس الجديد مال اليمن وهكذا. وحضرتك اشرت يعني وانت يعني محق في الاشاره انه السياسه الخارجيه ما تتغير الدول الا ببطء، يعني ليس بسرعه. ربما هذا ينطبق على الدول المستقره، الدول مثلا الاوروبيه او الميجر باور، الدول المستقره. اما مثلا بالنسبه للدول اللي حضرتك سميتها الدول الجنوبيه او كنا نسميها بالعالم الثالث، يعني سياساتها الخارجيه بجرد قلم، يعني يتغير النظام الحاكم يتغير. كنا نعرف العراق مثلا من المونارك، من دوله ملكيه الى ان صار دوله جمهوريه، طلع من حلف بغداد وكذا، وغير العراق، وهكذا مصر لما صار بها مثلا الثوره المصريه وكذا. وبعد اقدر اعطي هوايه امثله ما تحضرني، يعني انه انا اقول الحاكم هو الحاكم الجديد بسبب تخلف النظام السياسي او بسبب تخلف المجتمع او بجرد قلم يتغير من انه خلينا نقول كان يتبع الغرب النظام السابق الى ان تلقيه صار نظام اشتراكي او كذا. النقطة الأخيرة وهي يعني تخصها أيضا المسألة المستقبلية، يعني أنا أقول مسألة طائفية بدأت تكون يعني تكون عامل جدا مهم في السياسة الخارجية. يعني هذه قبل استاذ، بس خليني اكمل لان ذيس از فيري امبورتانت، يعني ولا موضوع القوى الكبرى والعرب او الحاله العامه للامه العربيه او فرادى. قضيه الطائفيه قضيه احدى المشاريع الخاصه بيكوز اتس بارت اوف ذا فورن بوليسي. صحيح، احدى المشاريع ما صارت، يعني كانت مساله داخليه المساله الطائفيه، بس الان دول قائمه مشروع صار سياساتها الخارجيه استاذ على مساله طائفيه. صح، ولا مثلا كيسز يا احنا نتكلم في شيء واقعي. صحيح، واضح. مثلا شنو خلينا نقول مصلحه السعوديه في تغيير النظام السوري مثلا، يعني ما تقول لي مثلا بها مثلا، يعني هم حسب ما يقولون لهم للشعب السعودي. هي فيها وجهه نظر، لان هذا المصالح عندما نتكلم عن المصالح قد لا تعني الطائفه، ربما يعني الطائفه موجوده قبل هذه الاعداد. بطلت از فاكتور از متغير. صحيح، بس هذا متغير ضمن مشروع ممكن عالمي جديد دخل. نعم طبعا اكيد، ادوات تستخدم ضمن الادوات اللي تستخدمها القوى الكبرى للتغيير. سوريا وعندنا الكيس مال اليمن ايضا وهكذا. يعني نلاحظ بتركيا ايضا اكو المساله الطائفيه بدات تشتغل مشروع عالمي بالسياسه الخارجيه. حضرتك ذكرت في اول المحاضره ان القوى الكبرى مقرونه بالدول الكبرى زي امريكا، وهي من تملك القوى العسكريه والقوى النوويه والقوى الرسوميه لكن في الحقيقه في القوى الكبرى الحقيقيه اللي هي تتحكم في العالم كله هي القوى الاقتصاديه. القوى الاقتصاديه دي فيها خمس دول في العالم هم الذين يتحكموا في اقتصاد العالم، وهم اللي بيحددوا مصير الدول الكبرى وبيرسموا السياسات بتاعتها. فما رايك في ذلك؟ الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها تصليح لمعلومه صغيره، اللي هي المملكه المتحده هي ما كانتش هي الامبراطوريه التي تغيب عنها الشمس، ولكنها بريطانيا العظمى. الدول الصغيره اللي حضرتك قلت عليها ما لهاش قيمه هي اللي جعلت الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس باحتلالها لكل الدول الافريقيه ودول اسيا وهكذا. فالدول الصغيرة ما ينفعش ان احنا نتجاهلها، لان هي الثروات بتاعتها هي اللي عملت الدول الكبرى. وانا اتفق معاك انه العلاقات بين الدول تحكمها المصالح الاقتصادية، ده من الناحية النظرية. لكن من الناحية العملية القوة فوق كل شيء. ونحن يحكمنا في هذه المرحلة ولفترة طويلة من بعد الحرب العالمية ثانيا هناك الولايات القوى الواحده في العالم.
اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. حقيقة أنا فيما يتعلق بالمنطقة العربية بتاعتنا هناك مثالين واضحين. المثل الأول ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق. وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها وموقف الغرب منها. في الوقت اللي كانت فيه تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها تضرب هذه كانت تمدها بالسلاح، وهناك صور وهناك حقائق تقول هذا الكلام. خلاص قاتلنا؟ ده المثال الأولاني. المثال الثاني فيما ما طرحته المملكة العربية السعودية بتكوين قوة عربية. هم قاعدوا يضربوا من الجو وما عملوا حاجة. سوفا لما تدخلت روسيا ضربت مساند النظام. وكان هناك ايه؟ حتى الاذاعات الغربيه قالت انه تاثر على المعارضه المعتدله وهي معارضه مسلحه. المثال الثاني الحقيقه ما يحدث في اليمن. اليمن ما يحدث في اليمن تدخل السعوديه فيما يسمى ب في حرب هناك، حرب عادلة ضد دولة عربية أخرى. خدت بالك ازاي؟ واضطرت باقي الدول مش بضغط من السعودية ولكن من المملكة المتحدة الأمريكية لتأييدها في هذا الكلام. احنا عمرنا يا أستاذ الفاضل لم نكن لنا قرار مستقر. أنت ركزت على موضوع النفط. سلاح النفط سنة 73، سلاح النفط لما ترجع وانت راجل حي دارس كويس وعندك مقدره على استقصاء الحقائق كان نظريه لم ينفذ. والولايات المتحده الامريكيه حتى لما قالوا بالخشم كده يعني قالت انها ستحتل المملكه العربيه السعوديه اذا منعت النفط عنها. العرب كوحده متجانسه ناقه غير موجوده طبعا. الجزء الاخر هو منذ البعثه الاسلاميه العرب اصبحت العرومه او العرب كلسان والاسلام كعقيده لا يمكن الفصل بينها. واي تحليل دون الصراع منذ البعثه حتى النهارده باسم العرب دون ذكر العقيده وخاصه ان الصراع النهارده جزء منه كبير جدا عقيده. فبيكون التحليل غير متزن على الاطلاق. يعني فلو كان من الاولى استدراك العقيده داخل هذا الصراع وهذا البعد كان يكون اقرب للصحه يعني. هل تعقيب ولا سؤال تعقيب؟ يعني ملاحظه يعني على اساس ان انا كان عندي مشكله ان انا اشوف ان العرب كوحده متجانسه وان انا افقد العنصر الاسلامي عنه ما بيجمعش معايا خالص. صحيح. كيف تسمي القوى الكبرى بكبرى؟ ما هي مقومات القوى الكبرى؟ أنا في نظري القوى الكبرى هي الدول التي نجحت في بناء مستقبلها. وهناك دول نجحت وهناك دول تعمل على إنجاح مستقبلها وهناك دول لا تعمل ولا تريد أن تنجح مستقبلها. ما هي الدول التي نجحت في تكوين مستقبلها؟ أعتقد الدولة الوحيدة التي لا زالت قد نجحت في تكوين مستقبلها هي بريطانيا العظمى. لأنها عندها دول كثيرة في العالم الآن تدين لبريطانيا وبما تمليه عليهم بريطانيا. مثلا استراليا تصوت لصالح بريطانيا مهما يكون الجواب عالميا. كذلك كندا مثلا، كذلك جنوب افريقيا والهند واذكر لك عده دول الكومنولث كلها. بريطانيا وصلت لمرحله بنت مستقبلها. اما هناك دول اخرى كاليابان والمانيا كانت قد وصلت الى حد ما ولكنها لم تبدي مستقبلها بعد، هي في طور البناء. وحتى امريكا علاوه على قوتها الهائله هي في طور بناء مستقبلها. العلاقه قبل 2003 بين العراق والولايات المتحده كانت في العموم باستثناء فتره قصيره تمثلت في عوده العلاقات
بين العراق والولايات المتحده الامريكيه نهايه الثمانينات، حيث العلاقه كانت مفتوحه يعني. العلاقه كانت علاقه صراع بين العراق والولايات المتحده الامريكيه، السبب تناقض المشاريع. العراق كان يتوافر على مشروع والولايات المتحده كانت تتوافر على مشروع، تناقض المشاريع ادى الى الصراع، والصراع هذا بدا خصوصا بعد تاميم النفط عام 1972 في العراق. تاميم النفط نقل العراق من حال الى حال اخر، السبب تراكم العوائد الماديه للعراق. تراكم العوائد الماديه للعراق ساعدت الحكومه العراقيه انذاك على الدخول في عمليه تنميه مستدامه. نحن عشنا كيف كان العراق في السبعينيات وحتى في الثمانينيات ايام الحصار. انا كاستاذ جامعه كنا نفكر بتلك الاساليب التي تتيح لنا كيفيه تجاوز اثار الحصار على المستوى التعليمي في العراق. كان مطلوب منا عندما نذهب خارج العراق ان ناتي باقل في الاقل بخمسه كتب. هذه الكتب كنا نصورها ونوزعها على الجامعات والمؤسسات التعليميه في العراق. وبالتالي استطعنا ان نحد من تاثير الحصار. اذا المرحله من 72 يعني نعم العراق في العهد الملكي ما كان في علاقه صراع مع الولايات المتحده الامريكيه، 58 68 كانت مرحله تاريخيه قلقه، العلاقه العراقيه الامريكيه كانت مستمره. الصراع بدا وتطور منذ عام 68 وخصوصا منذ عام 1962 تاميم النفط. بعد 2003 العلاقة راحت بالاتجاه المناقض تماما. أنا أسمي خاصية هذه العلاقة علاقة التعاون المنساق، انسياق عراقي وراء الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم. اللحظة التاريخية الأمريكية هي كانت السائدة، هذه حقيقة موضحة، لأنه في التسعينيات لم توجد دولة قادرة وراغبة في تبني السياسة التي انطلق منها الاتحاد السوفيتي السابق حيال الولايات المتحدة الأمريكية، لا الصين لا اليابان لا ألمانيا لا المملكة المتحدة لا فرنسا لا أي دولة أخرى. هذا الانسياق هو الذي يفسر لماذا ألمانيا وفرنسا اكتفت بالمعارضة الشفهية، المعارضة الإعلانية، لم تقم لم تتبنى سياسة رادعة للولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تكن قادرة ولا راغبة، فرق، قادرة ولا راغبة، لم تكن لا قادرة ولا راغبة على يعني لجم السياسة الأمريكية سياسة السير إلى الحرب مع العراق. وهذا يفسر الموقف آنذاك ويفسر الموقف الآن. التماثل يعني على الرغم من التنافس الأمريكي الأوروبي، لكن هنالك يعني شبكة من المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والفكرية تربط بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة دكتور، إنه إضافة إلى هذا الموضوع إنه ما في دولة في العالم كانت راضية عن المشروع العراقي، ولهذا عملية إسقاط هذا المشروع كان هدف الجميع. ألمانيا فيها قواعد عسكرية، اليابان فيها قواعد عسكرية، جيش محدد ياباني إلى آخره إلى آخره. عزيزي أرجو أن لا نفهم السيادة بمثل المفهوم الذي فهمت به السيادة في القرن الثامن عشر. آنذاك فهمت السيادة على نحو مطلق. اليوم هذا المفهوم
يتلاشى أو كاد أن يتلاشى الاعتمادية الدولية، اعتماد الدول بعضها على البعض الآخر، ما عاد يسمع باستخدام هذا باستخدام مفهوم السيادة بشكل المطلق. نعم الدستور الياباني فيه قيود، مكارثر حدد 1% 1% من المجمل الميزانية العامة لأغراض الدفاع، لكن 1% يا سيد الفاضل جعل اليابان قوة عسكرية تقليدية مهمة، قوة عسكرية مهمة، يعني كلمة مهمة نضع عليها خطوط، يعني قوة عسكرية مؤثرة، واليابان تملك القدرة على إنتاج السلاح النووي لكنها لا تريد اتخاذ القرار الآن. لماذا لا تريد اتخاذ القرار الآن؟ حتى لا تثير القوى الآسيوية الأخرى. المتغير التاريخي لا زال ينطوي على تأثير في سياسات القوى الآسيوية الأخرى تجاه اليابان، بالإضافة أنها لا تريد أن يعني علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر. الشيء ذاته بالنسبة إلى ألمانيا، ألمانيا اليوم من يقود أوروبا؟ هل ألمانيا أوروبا الجرمانية أم إنجلترا السكسونية؟ ألمان. أوروبا الألمانية وليس ألمانيا الأوروبية. بس القوة العسكرية يعني لا خلينا كمل. أي ما يخالف، بس أقول مصادر القوة، من تقول كلمة قوة إن جنرال بها جانب اقتصادي بها جانب عسكري كمان. اسمح لي. القوة نفهمها بمعنى الكاباسيتي تو أكت. تو إنفلونس أذرز. To act yeah. و to influence هذا يعني yes. among acting نعم والتأثير رباعي، أن أقوم بما أريد وأن أمنع الطرف الثاني أن يقوم بما يريد، وأن لا أقوم بما يريد وأيضا أمنع تلك الأجواء التي تساعد الطرف المقابل على أن يؤثر فيه، وبالتالي الكاباسيتي تو أكت. هنا أمرد على أحد الأسئلة. الكاباسيتي تو أكت هي ليست اقتصادية، هي ليست تكنولوجية معرفية، هي ليست عسكرية، هي ليست ثقافية، هي ليست فكرية، هي كل هذه في أنواع مجتمعة، كل هذه مجتمعة. وين الفعل بالسياسة الدولية؟ يعني حتى على الواقع غير، احنا من المدرسه الواقعيه جايين، فعل الالماني بالسياسه الدوليه وين؟ حتى عزيزي يعني انت شوف، نعم مو ذكرت اليابان، وين الفعل الياباني بالسياسه الدوليه؟ عجيب 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 لا يا عزيزي عجيب عجيب لا 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 اخي اذكر يعني فكر بالاقتصاد بمعدل الاقتصاد الياباني والالماني ضمن اقتصاديات العالم دول الصناعية السبعة. لا 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 التأثير ما قلت تأثير لا الدكتور ذكر التأثير أكو تكنولوجي وأكو اقتصادي وعسكري مجتمعة إذا شيل القوة العسكرية من عندها عامل مهم هذا لا أخي لا, لا لا أخي الآن المتغير العسكري تراجع دوره طب السلاح النووي غير قابل للاستخدام هذا كلام فارغ يهددون بالقنبلة النووية كلام فارغ يعني يمشي على الجهل الردع مسألة مختلفة تماما عن استخدام السلاح النووي سلاح لأغراض الردع وليس لأغراض الاستخدام تدري لماذا؟ لأن الطاقة التدميرية للقنبلة النووية والهيدروجين الآن أضعاف مضاعفة للقنابل التي اسقطت الذرية التي اسقطت على هيروشيما وناكازاكي وبالتالي تمام صار عام الردع عزيزي ما يحتاجون لا يا عامل رده لا زال وسائل اخرى شوف عزيزي حضرتك كنا نعرف انه السلاح النووي عامل رده ما داخله بالصراع لا لا الحرب البارده بين الامريكان والسوفيت وصلت الى مراحل يعني الكندا كوبا وصلت الازمه في الصواريخ في كوبا الى حافه الانفجار لكن من الذي أفضى بكندي وخروشوف إلى التراجع الخشية من اندلاع الحرب العالمية الثالثة النووية لأن الحرب النووية
إن اندلعت فلا تبقي ولا تبقي. هذا واحد. حضرتك تقول إنها ليست حرة لا ألمانيا ولا اليابان. كيف هي ليست حرة يعني؟ يعني هي وما مفهومك؟ لا يفرضون عليها. عزيزي أنا ذكرت لك فرض على اليابان أن لا تكون الميزانية العسكرية تتجاوز 1%. القوة العسكرية اليابانية تكاد تتماهى مع القوة العسكرية الصينية. يعني يا أخي يا أخي إحنا خلي إذا ألتمس من عندك أرجوك. نعم. يعني خلي تفكيرنا يمتلئ للمستقبل. ألمانيا، اليابان، ماليزيا، سنغافور، الهند، فنزويلا، البرازيل، قوى صاعدة. ماذا تعني القوى الصاعدة؟ تعني انها تبني مثل ما تفضل اخي العزيز الاستاذ مصطفى غريب، انها تبني المستقبل خطوه فخطوه. هذه هي السياسه الحكيمه. انا عرفت اخي العزيز القوى الكبرى بامرين، الكاباسيتي تو اد زائدا، ربما لم اذكر هذا زائدا، الرغبه في التوظيف. انا لدي اموال طبعا، ليست لدي اموال ولكن ما قيمه هذه الاموال اذا لم اعمد الى توظيفها في مشاريع. يعني انا خلال المحاضره اشرت الى صانع القرار ويبدو الموضوع لم يثير الاهتمام. لماذا صانع القرار؟ من الذي اتخذ القرار نيابه عن الولايات المتحده الامريكيه؟ هم الخمس عائلات هم صناع القرار في العالم عمليا. نعم، بس رسميا اوباما. الدستور الأمريكي ينص صراحة على أن رئيس الإدارة الأمريكية هو المسؤول عن صنع وتنفيذ السياسة الخارجية. كيف يصنعها؟ أنا أقول لك سيدي الفاضل، عن طريق الثينك تانك، وليس مثلنا إحنا الارتجالي خلال ربع ساعة نتخذ قرار مصيري ولا ندري كيف كيف ستكون التبعات. ناهيك عن مسألة جدا مهمة جدا مهمة تبناها الروس السوفيت ومنذ أيام لينين، هو قبل اتخاذ القرار نعمد إلى دراسة مستقبلية للموضوع الذي نريد اتخاذ القرار به. القوة العظمى هي القوة العظمى هي سيد الفاضل هي القوة الأكبر بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية. هناك فرق بين قدرات الولايات المتحدة على الفعل ورغبتها في توظيف قدراتها من أجل أهداف الفعل، تختلف عن قدرات القوى. إذن القوة العظمى هي القوة الأكبر ضمن القوى الكبرى. وأنا ذكرت حضرتك يعني التصنيف الخماسي للدول، دول عظمى، كبرى، متوسطة، صغرى، صغيرة. مصطفى قال القوى الكبرى هي التي نجحت في بناء مستقبلها، أما التي لم تنجح في بناء مستقبلها فهي ليست من القوى الكبرى. أنا أتفق يا أخي الفاضل عزيزي أبو فارس وأختلف. نعم، الولايات المتحدة، لماذا الولايات المتحدة متفوقة منذ الحرب نهاية الحرب الباردة إلى الآن؟ يا أخي العزيز، السبب بالثينك تانك. والثينك تانك يعني هذه الجماعات التي تمتهن التفكير، والثينك تانك كثير منها جماعات مستقبلية، هي التي تفكر بالمستقبل وتقدم مخرجات التفكير إلى صانع القرار الأمريكي ليتخذ القرار. متفرغ. وأكثر دولة في العالم حسب معلوماتي هي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث مراكز دراسات المستقبل. أختلف، الدول التي يعني لا زالت في طور البناء هي ليست فاشلة، هي تستعد. Too late. Never too late. It is never too late. Never too late. حقيقة، سواء على مستوى الشخص أو على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. It is never too late. شوف
نبدأ اليوم أحسن من لا أن نبدأ. إشعل شمعة وضيع ملاذ العالم. وبالتالي أنا أتفق وياك وحتى تسمح لي. نعم. هو تأكيد أن كلام حضرتك لما حصل في أمريكا وغزو العراق، في صحفي سأل بوش قال له أنت جبت قوات أمريكية فيها، أنت مش خايف دي في هذه المنطقة مجاورة للاتحاد السوفيتي؟ قال له سؤالك صحيح، ولكن ده كان ممكن يكون من 5 سنوات لأن كان الاتحاد السوفيتي طبعا. فدي نقطة. النقطة الثانية ما يتعلق بالسينك تانك، الناس اللي هي عماله تفكر بالمستقبليات وبالخطط والى اخره مع صاحب القرار، لو تصورنا انها بتقول ما هي المصلحه العامه للشعب بشكل عام، يبقى تفكير مثالي جدا. لابد ان ندرك ان هناك طبقات بتحكم وهناك مصالح بتحكم، وتؤثر على السينك تانك للحفاظ على المصالح الاساسيه للقوى الحاكمة، وإلا أعطني تفسيرا لمقتل كينيدي. أنا ده نقطة. النقطة الثانية سكتت السيد زهران وبعدين جاتنا بوقت الحرج. لا لا أوكي. النقطة الثانية المنطقة العربية زي ما قال الأستاذ غالي دلوقتي فيها الدين، والمنطقة العربية لها خصوصية، والمجرات المائية والثروات النفطية بشكل عام، وأيضا الفرق الأساسي عنها عن كل العالم أنها مهبط الديانات الثلاثة، ولذلك فالوجدانيات فيها عميقة جدا وكبيرة جدا. وأيضا لابد أن تعي كل القوى وعلى رأسها القوى الإسلامية انها زي ما هي سلاح للقوه، هناك من يريد ان يستخدمها سلاح للضعف. دي التاريخ. نابليون لما جه يستخدم الدين، مينو القائد الثالث للحمله الفرنسيه اعلن اسلامه وتزوج من مصريه، لكن هذا لم ينطبق على الشعب المصري. في الخمسينات سقط حلف بغداد، سقط الحلف المركزي، سقط مشروع ايزنهاور، بدأ التفكير في الحلف الإسلامي تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية. فهي قضية كبيرة جدا وحساسة جدا، ولا بد أن تؤخذ بحذر وأن يحافظ المسلمون على مصالحهم. لأن أنا بتكلم على المسلمون، بتكلم على المنطقة العربية، الإسلام للعالم كله، ولكن العروبة في إطار جغرافي محدد. صحيح. شكرا استاذ. يعني اتفق معك جملة وتفصيلا. القومية روح الإسلام. خلاص. وبالتالي العلاقة بين القومية والإسلام علاقة طردية موجبة. متلاحقة. مرة ثانية يعني. والثينك تانك يا سيدي. يعني الدكتور احنا حتى نحكي واقع. الأنظمة اللي كانت عندها مشروع كان عندها هذا التفكير. دكتور كان ضمن هذه المجاميع التي كانت تعطي وصايا للنظام في العراق مستقبلية أو تتعلق بقرارات يريد أن يتخذها، وكان العراق ماشي بوتيرة ممتازة جدا إلى أن وضعت العصا في عجلته بطرق مختلفة. يعني حتى نكون واقعيين، أما إذا النظام هو متهرئ وفاسد، يعني مثلا النظام السوري، نظام غير الآن اللي يعني طبعا يعني ما يرضى ان توصى باشياء تتقاطع ويا رؤيته لطريقه الحكم او الاستفاده من منافع. هي الثينك تانك سيدي الفارق، هي تلك الجماعات كما عرفتها انت، هي الجماعات التي تمتهن التفكير، هي تقدم استشراف لمستقبل ثمه موضوع يراد اتخاذ القرار به، وبالتالي هي تقدم الخدمة لصانع القرار. ولكن الخدمة لصانع القرار وعلاقة صانع القرار بالمصلحة. أنا أعرف لك المصلحة. المصلحة يعني هنالك مدارس كثيرة، مدارس نظرية في السياسة الدولية، من بينها المدرسة الواقعية. مورغانثاو
ربما هو معروف لدى بعضكم، مورغنثال هو مؤسس المدرسة الواقعية في السياسة الدولية، وكيسنجر هو تلميذ مورغنثال، وبرجنسكي هو تلميذ مورغنثال. ماذا يقول عن المصلحة؟ يقول المصلحة العليا للدولة هي التعبير عن الواقع الموضوعي والذاتي للدولة كما يدركه صانع القرار. أنا ليش جبت اسم صانع القرار؟ كما يدركه صانع القرار. هنالك رأي آخر يقول إن المصلحة العليا للدولة هي ما يقرره. أكو فرق بين الإدراك وبين القرار، هو ما يقرره صانع القرار. هذا الشق الثاني هو ينطبق على الكثير من دول عالم الجنوب. أحد الإخوان قال إن السياسة الخارجية لا تتغير في الدول المستقرة وتتغير في الدول في دول عالم الجنوب. نعم صحيح، ولكن حتى دول عالم الجنوب، وأنا جبت يعني ذكرت مثال السادات، مصر دولة تنتمي إلى عالم الجنوب، هذه حقيقة موضوعية. العراق ينتمي إلى دولة إلى عالم الجنوب، هذه حقائق موضوعية. التغيير في السياسة، التغيير السريع في السياسة الخارجية يحصل عندما يحصل تغيير في الواقع الداخلي، ثورة، انقلاب. إذن التغيير في عالم الجنوب يتزامن مع تحول داخلي جذري. ما هي السياسة فكرة الفوضى الخلاقة؟ الله يرضى عليك. الفوضى الخلاقة سيدي الفاضل، هذه يعني فتح اسمها هذه وزيرة الخارجية هي قالت بالكريتف كاوس كاوس، قالت الفوضى الخلاقة هي أداة للتغير المنشود لاحقا. دعنا نجعل الحالة تتميز بالفوضى على أمل أن الفوضى تفرض مخرجات تؤدي إلى الحالة التي نريدها، وهذه هي الفوضى الخلاقة حسب تعبير كونزيلا رايس. طبعا في ختام هذا اللقاء إخواني، أنا يعني في لقاء شخصي مع الأخضر الإبراهيمي قال لي أنا طيلة خدمتي مع مفاوضين أمريكان بدرجة وزراء خارجية وأعضاء في الكونغرس ومدراء شركات، قالوا لي أن المشكلة بيننا وبين العرب أننا لم نجد من يقول لنا لا. كلما نذهب بوفد إلى دولة عربية الكل يقول نعم، فنحن لسنا مسؤولين عن تردي الأوضاع في المنطقة العربية بالعلاقة مع واشنطن، لكن المشكلة في أن العرب لا يعرفون كلمة لا. في ختام هذا اللقاء طبعا أنا أتوجه باسمكم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور مازن رمضاني، نتمنى له الصحة والعمر المديد ومزيد من العطاء العلمي. شكرا جزيلا دكتور.